جدا قدمت مزيان بالمسيح. هذا الشيء عجبني. من جيتي؟ جيت انا من فاس من حي بن سودا. عجبني هذا الشيء بزاف. شنو شفتي في هذا الكرنفال؟ شنو شفتي فيه؟ شفتي بزاف ديال الحوايج زوينين. شنو هاد الحوايج اللي عجبتك؟ عجبتني الموسيقى ديالو والفن ديالو. الاجواق اللي كيضربوا يعني عجبني كلشي فيه. فيه الدقه وفيه قناوات فيه. عجبني كلشي فيه. وشنو الحاجه اللي عجبتك بزاف؟ عجبني هو هذاك اللي ديال الموسيقى. يعني الجوق النحاسي ديال تطوان اللي كيضربوا يعني الجوقه النحاسيه ديال تطوان. ديال تطوان. عجبتك بزاف. عجبتني بزاف. حيت هي موجوده في فاس معروفه بها. معروفه بهذه الاجواق النحاسيه. هذاك الشيء باش عجبتك انت. عجبت الطريقه ديال يعني اللي كيعزفوا بها وكيضربوا بها. عجبتني الطريقه ديالهم. المشاركه ديالهم التنظيم ديالهم وداك الشيء. شنو يعجبك فيهم بزاف؟ عجبني فيهم هو داك الدقه ديال الموسيقى ديالهم. يعني عندهم تنسيق في الدقه ديالهم وداك الشيء مسقين. والمهرجان كيف جاك المهرجان؟ جاني زويون وعجبني بزاف. كي جيتي زائره مع العائله ديالك من فاس للعريش؟ جيت ناخذ عطله عند خت ماما وجيت ناخذ عطله. عندك العائله هنا؟ عندي عائله. واخا بالنسبه ل كيف كتجيك العريش؟ كتجيني زويونه وفيها البحر. هذا البحر وكيعوموا فيهم الناس. وباغي تحضر في المهرجان تتفرج فيه كامل؟ بغيت. شنو كيعجبك الاغنيه اللي كيعجبك ولا؟ كتعجبني اللغه ديال تطوان هذه الدقه. لا شنو كيعجبك في الغناء باش تفرج وداك الشيء؟ شنو الغناء اللي كيعجبك؟ الشعبي ولا كيعجبك الموسيقى العربيه ولا الراب ولا شنو كيعجبك؟ الموسيقى العربيه. الموسيقى العربيه كتعجبك؟ واخا كاينه اللي كيغنيو الايقاعات العربيه وكيكون متنوع فيها الشباب فيها كل شيء فيها حتى الطرب الجبلي والفلامينكو يعني كاينه فقرات متنوعه.